شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب بيني وبينك يا شيخ بلال تفضل الله يزيد فضلك مراد آخر معه حق بموضوع قصة الجيزات من أولها لآخرها قلتها إلا كان شنو إذا بدنا ننتظر أخوك أبو طالب بجوز ما تكمل لا بشهرين ولا بثلاثة بصراحة أبو طالب ما له حق ما يبلغنا بغيابه ما هيك عميه ما هيك مو معقول يتركنا طوال النهار لا شغلي ولا عملة وهو لا همه لا زعامي ولا غيره على كل حال يا أبو عدنان بدنا نعذره أي معلشي منشان هيك لازم نرتب مع مراد آغا ننتهي من هالموضوع على بركة الله لا إله إلا الله يا الله تفضل طالب أهلين تقبرني وينك لهلا كنت بالمالكاني خير انت بالمالكاني والناس عم تدور عليك خير اجوا العضوات والمختار والشيخ بلال اجوا سألوا عنك بسيطة بسيطة هلا بروح شوفه طمنيني مريم شو اخبارها قولي على قامتي عليك تعباني تعباني وفوت فوت لجوا لا اله الا الله
يا ابو العباس، هاي ابو العباس، يا ابو العباس، ابو العباس. شو في انت وياه؟ المعزه كلها معي. شو؟ مثل ما عم اقول لك. خير شو في يا جماعه؟ يا سيدي انا بخدمتكم، ومن ايدكم هي لايدكم هي، شو بدكم انا جاهز. الله يبارك فيك. نحن بنعرف انك قديش يمين، لذلك قلت لحالي بيجي انا واخ الشيخ بلال ومنقول لك انه نحن معك. كلنا مع بعضنا البعض يا جماعه، لخدمه عيالنا واهالينا وحريمنا وحاراتنا. الله يديمك ويعطيك الصحه. وهلا احكوا لي يا جماعه، شو المطلوب مني بالخطوه الاولى وانا خدام شواربكم؟ الخطوه الاولى ابلاغ الناس وتحديد العرايس. عظيم. من بكره منخلي حريمنا يفتلوا على بيوت الحاره ويبلغوهن يخطبوا من العائلات يلي بيرغبوا فيها. ونحن منقول لهم انه تكاليف العرس ولبس الرجال والنسوان رح يقدمها امراد اغا هديه. تكرم عيونكم، غالين والطلب رخيص، غيره. خلص انتهينا يا اغا. يبقى علينا تحديد العرس. يا سيدي حددوا انتو. خلينا نترك تحديد العرس لحتى نبلغ الناس. كمان منيح. بس ما بدنا نمطبطها يا اخوانها. انا من جهتي يا جماعه اسبوع زمان بيكون كل شيء جاهز. عال كثير منيح. بس عدم المؤاخذه يا جماعه، في عندي مقترح صغير. اتفضل. قصدي يعني شو رايكم نعمل عرس جماعي لكل العرسان ونبزخ عليه بالطول والعرض، وهيك يا جماعه بيصير عرس ما صار بالشام كلياتها. يحرز دينك على الفكرة يلي ما حصلت بالتاريخ كله. وهيك أقل تكلفة وأقل لبكة. مو المهم التكلفة يا شيخ، المهم نكون سباقين بهيك فكرة. تكلنا على الله. لا إله إلا الله ونعم الاتكال. ما وضح لي مراد إنه في موال برأسه وإنه بده يعمل عرس جماعي مثل ما عم. من بعد إذنك أبو العباس، هذا أبو حنة من ساعة اللي شفته ما حبيته، مدري شو عامل للطرش. سكرت أمك يا ولاد، أبو حنة تاجر أبا عن جده سمعته مثل المسك. طيب أبو ضاي، ممكن العلف يكون فيه شي كاين. إيه والعلف من عند أبو حنة. خلصنا بقى، قلنا لكم الزلمة سمعته مثل المسك. أصبح القصة بالمي أبو ضاي، المي فيها شي. شو بده يكون فيه بالمي؟ أبو ضاي المي قبل ما تجي لعنا بتمرق أراضي كتير، جائز تكون مرأة في أرض فيها عشوة مسمومة. على هالحالة كان الخيل والطرش كله نسم، وكنا سمعنا من الناس القصة. أصبح الطرش مسموم عنا هون بالمالكانة، ما في غير هيك. شو هالحكي لك حسان؟ مين هاد اللي رح يتجرأ ويسمم طرش المعلم حمزة ونحن هون بالمالكانة وفينا نفس عم يطلع وعم ينزل؟ يلا خلصنا بقى، القصة مو قصة سم، وبتسكروا لي على السيرة نهائية، ما بدي حدا يضرب اللي صار هون، علم؟ يا عزيزة شو صار معك يا عزيزة؟ يلا يا عمي تكة وراجعة. يلا يا بنتي تأخرنا على الرجال عم يستنانا. عزيزة بنتي راجعني اجيت يا عمي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الله يعينك يا سميحة. زين وزين هاد كمان تعال. يا سيد ابو ارجع عمي عمي مدحت. يا الله اغفر
وسهلا. وين ابو العز؟ والله ما شفناه. ما بنعرف والله. خذوا كل شو اللي على السريع يلا. امرأة حميمة تحافظ. ابو العز؟ ابو العز؟ يا ابو العز؟ ما لقينا حدا عمي متحاف؟ ما في حدا بالدار عمي متحاف. فوتوا شوفوا اذا نايم فيقوا على السريع. يلا كشوا الياه من تحت الارض. يا ستي صار كل شيء مثل ما بدي ومثل ما كنت مخطط، وبطلب رسمي منهم مو مني انا. سمعت الحديث كله يا اخ عظيم. طالما سمعتيه معناتها من بكره بتنفذيه بالحرف الواحد. تكرم عينك يا اخ، بس كنت عم اقول لحالي يعني ليش تعمل عرس جماعي؟ اترك العالم تتجوز على كيفها. لانه في براسي موال بدي غني. أخوينكم؟ أبو العز ماله مبين بالمكان كله يا عمي مدحت. شيف وين بدك تكون؟ والله سألت عليه الفلاحين يا عمي مدحت وقال من بعد صلاة الظهر ماله مبين بالمالكانة كلها. وشلون بتركوا المالكانة بدون ما تخبرني؟ نبشنا عنه المالكانة وما لقيناه، وإذا بدك هي الفلاحين يسألون يا عمي مدحت. معقول يخالف أوامري هالكلب؟ الله أعلم عمي مدحت. يا ولو يا سواد ليلو هالكلب إذا كسر كلامي. انسالك هالمعروف طول مو انا عايش يا ابو الهيبة. وحد الله يا رجل، هذا واجبنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بدي اوصيك يا عمي بام عزيزة. لا توصي حريص يا بنتي. الله يوفقك تحط لنا ورد على ابرك الفرير وخميس. تكرم عيونك يا بنتي. يلا يا بنتي ما بدنا نتاخر على الرجال. ايدك عمي ايدك. الله يرضى عليك يا بنتي ويسترك دنيا واخره. انا رايحة ودعني. الله يحرم الجنة يلي حرمكن بلادكن ومطارحكن، ويرجينا في يوم أمر من الصبر وأسود من الليل. يلا 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 بخاطرك عمي. بأمان الله. سلام. بأمان الله. افتح يا ابو العز. افتح يا ابو العز. استغفر ليكم على نفس القعده من لما راحت
خالتي الحسن هو على نفس القعدة يا عمي محسن. مشان هيك قلنا ما في غيرك تعرف شو وجعه شو عالته. وخالتي ام حسان حلفت وقالت ما بترجع. خلص فهمت، اتركونا. شو حمزة؟ عجبك وضعك هيك؟ مطول وانت هيك؟ لتكون نسيت حالك؟ لك انت بطل، انت اللي حطيت راسك براس الحاكم العسكري. نسيت؟ اللي طلع الفرنساوي برات الشام هو ورفقاته ما بيقعد قعدة النسوان هي اللي انت قاعدها. ولك انت ربيت بين الظلم والطين وكبرت وصار اسمك موال على لسان أهل الشام كلها. هيك؟ من أول عاصفة بتهر؟ لا لا يا أبو العباس، قوم يا بطل قوم. داري الهوى يا صاحبي أقوى من كل المراجل والبطولات. علي الحلال أقوى. تعبت محسن، لك روحي تعبت. علي الحلال ضايع وما عم بعرف شو عم بعمل. مغروم يا أبو العباس، مغروم. قسما بالله لو كانت بنته العنتر لجيب لك يا حليلة وقعد جنبك منيح. في وين ابو العز ولك؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. بدك تحكي؟ ما بعرف يا سيدي. كذاب، مالي كذاب يا سيدي. كذاب وستين كذاب، مالي كذاب. كذاب وستين كذاب، مالي كذاب. مستخدمش ما بدك اعرف لك يا سيدي. قالوا الحرامي حليف، قال اجاني الفرج. بدك تقر ولا بكمل عليك؟ بوس ايديك واجلك صدقني يا سيدي. يعني ما راح تقر؟ ما بعرف يا سيدي، ما بعرف. طيب شو علي؟ انا راح خليك تعرف تقر. هلا بدك تقر وين ابو العز ولا بشوهك وبخليك عبره للبشر؟ يا سيدي والله والله. شو؟ سبحان الله هيك. كاني شايف الباب مفتوح؟ صرخ لك صوت. يا أهل الدار، يا جماعة الخير، يا جماعة، شوفت عينك أبو العباس؟ عيب ما بصير تفوت. أبو العباس، آه
لا تواخذني إذا جعلت جنابك يا أخا. شوفي عمي مدحت بلغني إنك تكون بالمالكاني هلأ يا أخا. شو صار؟ والله هذا اللي خبرت فيه بس يا أخا. روح استناني برا بأمر الأخا. مدحت ويا بتخليهم محبوسين هون لحتى يموتوا في طيس، ما حدا بيقدم لهم لا اكل ولا شرب، فهمت؟ فهمت يا اخا. مدحت ما بتخلوا الطير الطاير يقرب صوب زريبة المعزة. تأمر يا أغا. إياك ثم إياك حدا يقدم لهم أكل أو شرب. معيب يا أغا. خليهم يموتوا في طيس يلا على أبوه على أبو بنته. تأمر. بري عليك إنك قدرت تمسكهم قبل ما يطلعوا برات الشام، وظني بيقلي إنه كان رايح لزحلة حتى يفسد علينا ويبوح بأسرارنا. وفهمك كفاية يا مدحت. فشر يا أغا فشر. اوعك اوعك يا مدحت، لانه رجلينا كلاتنا بالفلاقه. لا توصي حريص يا اغا. والكلب يلي كان بدي يوصلهم لزحله شو صار فيه؟ صار عند باري. قبل ما انسى، بكره بتخلي ياسين او فضله يوصلوا عزميه لعنا على البيت. تأمر يا اغا. وهذا الخوان شو نعمل فيه؟ عم تسالني يا مدحت؟ منت يا اغا. ذبحوه طمروه بسفال الملكانه. امرك. وبتكرم لي الشباب يلي ساعدوك بمسكوا لهالكلب ابو العز. ما توصي حريص، الشباب هلا قاعدين بالعزال وعم بياكلوا من خيرك يا اغا. خود بالك منيح ولا ترحم حدا بنوب، لاني هاليومين مشغول بامور الحاره. روح وريح حالك على الاخر. يلا خاطرك. مع السلامه. وانا خبز وملح، ولك أمنتك على بيتي وحطيتك بين رجالي، ولك بلعت كل ندالتك القديمة، ولسه جاي تخوني وتقتلني مرة تانية، ولك أنت مين؟ مين؟ أنا المأهور يا أبو العباس. أنا اللي دماغي مع مين أجيب من الليل. دم أخوك؟ مين أخوك ولا؟ أي أخي، أخي اللي قتلته وحرمت منه يا أبو العباس. إيه أخي اللي قتلته وحرمت أولاده منه. اسمع يا أبو العباس، أنا لا بعرف طلال ولا بعرف غيره. أنت زلمة قتلت أخي، وأنا سمعت بقصة طلال، سمعتك عم تقول لخالتك عنها،
وانت هي القصة الوحيدة اللي هتخليني عندك هون بالمالكانة، وهي الحجة الوحيدة اللي قلت لك واخذ بداري. نحن جماعة فقر ومعترين أمضاي، لولا الفقر والعازي ما كنا رحنا عند الفرنساوي. لا والله، بس الفقر ذبحنا يا أمضاي، وعركة من العركان جيت انت وقتلت أخي اللي مالي غيره. ومن يومها عهد الله ما نام الليل لأخذ بدار أخي ودار أولاده. وأنا من وقت استشهد أخي أخذت عهد على نفسي احرق الأخضر واليابس تحت كل مين بيشد عيد الفرنساوي. وأخوك كان مع الفرنساوي، وكان لازم تعرف منيح اللي بيخون أهله وناسه القبر أحق فيه. مسيك مسيك، إذا الخنجر بيطفي نارك وبيهدي قلبك حطه بنص صدري، بس ماني منيح. نحن لما قتلنا الفرنساوي طلعنا وحطينا أرواحنا على كفنا ومشينا وقلنا يا رب. تعرف ليش؟ لأنه هاي الأرض هي عرضنا وشرفنا وكرامتنا، واللي بيبيع عرضه وشرفه وكرامته يا حسن القبر أوجب فيه. وأخوك باع، باع الله يرحمه. نحن أولاد هالبلد ونحن أوجب ببعض، وبدنا نضل نحب بعض مثل قبل وأكتر. ولا تقول غير الله يجيرنا من الجاي، والله لا يدوقنا اللي دقناه على إيدي الفرنساوي. عم تفهم علي؟ وتقدرك يا أبو ضعي تسامحني، أنا خنتك وخنت شهامتك وكرمك. وس ايدك تسامحني، انت ما خنت شيء من الناس. سعرك بسعر رجالي، بتضل عندي هون مثلك مثلهم، واللي بيصير عليك بيصير علينا. والشي اللي صار بتطوي عليه نهائيا، ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. عم تفهم حسان؟ لا ابو ضاي، انت زلمه ذكرته معدل، وانا خايف في يوم يرجع في دم اخي جوادي. مسيخ خنجرك. استور ما شفت مني يا ابو ضاي. الله معك، الله يحميك يا ابو ضاي. ما رح تلاقيها. لقيتها يا ابي، لقيتها. شو لقيتها؟ رح شربك أطيب حليب مازي. حليب مازي؟ عادي يا بنتي، عادي ارتاح، عادي. يا بي انت اول. الله يرضى عليك يا بنتي.
تراب يا بي. كيفك يا نور الدين؟ أكيد تذكرتني ما؟ أهلين المدخل. أهلين فيك. ايه بعد زمان يا نور الدين انا وهدي صار عندك عز وجاه وبعده عندك نفس الهيبه نفس الطله انا اللي كنت ناوي اشيلك على كفوف الراحات واصبك جوات العين والروح بترفضني بترفضني انا بنت الحسب والنسب بتفضل علي بنت شرف الشرشوف ايه شو علي بسيطة الحقيقة أنا دريت بمصاب بنتكم مريم وزلت عليها كتير إن شاء الله ما بتشوفوا شر الله يبارك فيك يا لمعات خانم وما بتشوفوا مكروه لا أنت ولا عيالكم الله يسلمك يا رب كيفك يا نور الدين؟ لمعات ايه؟ لمعات خليك قاعد يا نور الدين قلتلك خليك قاعد مرتفع صوتك هالأيام يا لمعات من يوم يومي صوتي مرفوع وعالي شو بدك؟ جاي صفي حسابي معك ما في بيناتنا حسابات يا لمعات في وفي كتير كمان ايوه انت كيف بتفوتي لعندي بلا أحم ولا دستور؟ خايف يا نور الدين؟ لا يا لمعات أنا خايف عليك لا تخاف أنا من زمان عم رتب له الموعد شو هالحكي؟ مثل ما سمعت احكي جاي أقول لك قديشك قليل أصل وما حافظت على الخبز والملح أنا ما بسمح لك وأنا ما سألتك لحتى تسمح لي شو في براسك؟ هيك هيك يا نور الدين
تتركني وتركض ورا نورية بنت أميمي؟ بنت الأميمي اللي عم تحكي عنها صارت مرت الزعيم نور الدين لنواتي. ولك إذا بتتجوز رئيس الوزارة رح تضلها نورية وبنت أميمي. شو بدك أحكي؟ هيك هيك يا نور الدين؟ بيوم وليلة بدري أنك تجوزت يا قليل الأصل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنك مو من توبي يا لمعات، مو من توبي. لكن بنت الأميمي من توبك. أنت بتعرفي إنه أهلك فوق، فوق كتير. وأنا؟ أنا كنت بدي طلعك لفوق. بعرف يا لمعات، بس ما تجرأت. ليه ما قلت لي؟ ليش ما حكيتني؟ كنت فديتك بروحي. هذا اللي صار. وتركتني أنا أنحرق أيام وليالي بدون ما حدا يحس فيني؟ كل واحد بيلبس من توبه يا لمعات. لك لهلأ، لهلأ غرقانة بالأسى والدموع لهلأ. يا بنت الناس عيب، أنت صرتي على ذمة رجال ابن عالم وناس. ما عم تطلع مني يا نور الدين، ما عم تطلع مني، بتطلع مني بحل واحد بس. كيف؟ اقتل مراد، اقتل مراد وروح حج أنا وياك على مكان ما حدا يعرفنا فيه. جنيتي؟ لك أنا من زمان جاني، من زمان جاني فيك. استغفر الله العلي العظيم. لك بدي إياك يا نور الدين، بدي إياك. اطلعي لبرا. شو؟ اطلعي لبرا. ما حذرت منوب. لا تفضحي ده قدام الناس، اطلعي لبرا. هذا اللي رح يصير، رح افضحك. طلعي هيك بهالبساطة عم بتقلي طلعي لبرا؟ طلعي. رح اطلع. بس مو قبل ما سكتك كل العمر يا نور الدين.
عبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل طرابة يوم المحن من صور الله أكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل طرابة يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.